أبو محمد من السعودية يسأل يقول: ما حكم قول اللهم صل على سيدنا محمد خارج الصلاة؟ يقول: سمعت بأن هذا لا يجوز. محمد بارك الله فيك، لعل السمع أخطأ، ها السمع لعله أخطأ، كثير ما يخطئ السمع. أخوي الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك، العلماء يقولون لا يسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه ما ذكرت صيغة من صيغ من الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صلي على سيدنا محمد. هذا في الصلاة رضي الله عنك. أما خارج الصلاة فمن الأكمل والأفضل والأحسن والأولى أن نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهو أشرف الأنبياء وأفضل الخلق، وأفضل من خلق الله هو نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لما نجي نتحدث نقول: صلى الله وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. فهذا خارج الصلاة. داخل الصلاة لماذا؟ لأن عندنا نص: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما نستطيع أننا نزيد شيء في الصلاة ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام.